وفي الذكرى الأولى لاستهداف طائرات العدوان السعودي منزل العلامة محمد بن يحيى الكحلاني في مدينة الضفير من مديرية مبين، يتذكر أبناء المنطقة وحشية العدوان واستهدافه أعلام اليمن في كل منطقة. لم يعد كل شيء كما كان، فقد أصبح هذا المنزل أثرا بعد عين بفعل عدوان عكس صورته الحقيقية. في مثل هذا اليوم وفي الذكرى السنوية الأولى من استهداف طيران العدوان السعودي، منزل العلامة محمد بن يحيى الكحلاني قصد مدينة الضفير الأثرية التاريخية بمديرية مبين في محافظة حجة. هذا المنزل الذي كان منارة للعلم ومثل بذلك معلما تاريخيا وحضاريا لمدينة الضفير التاريخية، يقول الأهالي إن هذا المنزل كان مكون من ثلاثة طوابق فحولته طائرات العدوان إلى ركام. فكرة قصف منزل الوالد العلامة محمد بن حيال الكحلاني، تمام، الذي كان منارة للعلم هذا البيت ومنزل للجميع، وكان يحوي المناسبة كما أسلفنا ويحوي الصغير والكبير، وكان بمثابة بيت لأبنائه كلهم، وأهل المدينة كانوا كأبنائه كلهم. هذا ما يؤكد في هذه الذكرى أننا ندين ونستنكر ما يقوم به العدوان الغاشم على بلدنا اليمن كافة. لم يكن منزل العلامة محمد بن يحيى الكحلاني هو المنزل الوحيد الذي فقد معالمه إثر أربع غارات جوية لطيران العدوان، إلا أن أسرة العلامة أحمد مظهر الخاشب المكونة من تسعة أفراد هي الأخرى تم استهدافها، حيث راح ضحيتها استشهاد فتاة وطفلة في عمر الزهور مع جرح بقية أفراد العائلة وتدمير منزلها بصورة شبه كلية. وكان ساكن فيه أسرة عبد الرحمن الخاشب والمكونة من تسعة أفراد، وراح ضحية هذا القصف استشهاد طفلتين، بالإضافة إلى ذلك تدمير محتويات ما كان يمتلكه عبد الرحمن الذي كان ساكن في هذا البيت، ولم يبقى له أي شيء من أثاث، وأنها ضاعت ممتلكاتهم ومخطوطاتهم وآثارهم وكل شيء، وأصبح كما ولدته أمه. عشرات المنازل التي تضررت بفعل الغارات الجوية لطيران العدوان في مثل هذا اليوم من استهدافه مدينة الضفير، من بينها هذا المجلس أو ما يسمى بالديوان الجامع لكل أبناء الضفير في كل المناسبات. أمامنا ما نشاهده هي مقدمة مجلس مكان تبناه أولاد العلامة المرحوم محمد بن حسن الكحلاني ليكون مهوى لعزاء، للأعراس، للمناسبات، للتجمعات، لمناقشة أحوال الناس، لحل مشاكلهم. ولكن غاضهم أعداء الله وأعداء الإنسانية، غاضهم هذا المبنى على أنه يحوي هذه يعمل الخير للناس ويجمعهم تحال الناس جميعا. هي ليست للوالد محمد الكحلاني وإخوانه حفظهم الله، ولكن هي للعزلة وللمديرية كاملة، كانت مهوى للناس جميعا. يظل طيران العدوان يمعن في استهدافه يوما بعد آخر الشجر والحجر وكل ما يتحرك وهدم المنازل فوق رؤوس ساكنيه، وما ذكر استهدافه مدينة الضفير في محافظة حجة وهدم المنازل فوق رؤوس ساكنيه إلا غيظ من فيض، ولكل حكاية أو مأساة. من مدينة الضفير التاريخية الأثرية، مصطفى سنان، اليمن اليوم. قطعت مجاميع مسلحة من مديرية الجو